من جديد أهلا بكم سادتي المشاهدين في صباح جديد مع نشرة الأنوال الجوية التي تأتيكم دائما ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدأ كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنوال الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية عن الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء السابع من آب، حيث سيكون الطقس حارا ودرجات الحرارة على العموم سترتفع لكن بشكل طفيف. الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر. درجات الحرارة العظمى في المناطق الشمالية بحسب المختصين ستتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية، وفي المناطق الوسطى ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية، وفي المناطق الجنوبية ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية. أيضا يكتب المتنبئ الجوي حسين الأسدي: اليوم تتجدد فرص الأمطار الغزيرة على جنوب الجزيرة العربية، خصوصا اليمن وسلطنة عمان ومرتفعات السعودية، وخطر تشكل السيول والعواصف الرعدية القوية واردة هنالك، وذلك بسبب تشبع رطوبة في مختلف طبقات الجو العليا وحمل حراري بشكل عالي بسبب اندفاع كتلة مدارية رطبة من المحيط الهندي. ونشاهد أيضا هذه الكتل الرطبة تتأثر بها مناطق الجنوب اليوم في الطبقة HBA 500، لكن تنعدم في الطبقات البنائية المهمة لتشكل السحب وانعدام الحمل الحراري، وبذلك بسبب الرياح الشمالية الهابطة، بحيث لن يحدث أي تفاعل يذكر في البلاد. أيضا درجات الحرارة التي رصدت وشخصت بشكل دقيق من قبل المختصين، نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، نلاحظ ماذا سجلت بغداد من درجات حرارة صغرى وعظمى. في بغداد الحرارة الصغرى 26 درجة مئوية، وربما سترتفع 20 درجة مئوية لتسجل 46 بحسب المختصين، والأجواء ستكون مشمسة في بغداد. أما في جنوبنا الحبيب في البصرة الفيحاء بالتحديد 28 درجة مئوية ستبدأ أو بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، وسترتفع تدريجيا 20 درجة مئوية لتسجل 48، والطقس سيكون مشمس. أما في الاتجاه المعاكس في أربيل تحديدا 28 درجة مئوية الصغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل ربما 44 درجة بحسب المختصين. الأجواء طبعا ستكون مشمسة هنالك في أربيل. أيضا في محافظتنا المقدسة كربلاء كما تلاحظون أجواء مشمسة، 31 درجة مئوية الصغرى و47 درجة مئوية ستصل العظمى هنا في كربلاء المقدسة. أيضا بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ذي قار تحديدا كما تلاحظون أجواء مشمسة وحارة، 31 درجة مئوية ستبدأ منذ ساعات الصباح الأولى أو بدأت، وسترتفع لتسجل 47 درجة بحسب المختصين. أيضا في شمالنا الحبيب في السليمانية تحديدا 22 درجة مئوية بدأت الحرارة الصغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل 42، والأجواء ستكون مشمسة أيضا في السليمانية. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا كما تلاحظون 30 درجة مئوية الصغرى، وسترتفع لتسجل ذروتها عند 46 درجة مئوية، والأجواء ستكون مشمسة بحسب المختصين في الأنواء الجوية. أيضا بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ميسان تحديدا كما تلاحظون بدأت الحرارة ب 33 درجة مئوية كحرارة صغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل وتشخص 48 درجة كحرارة عظمى هنالك. أيضا في محافظة دهوك شمالا 24 درجة مئوية بدأت الحرارة الصغرى، وسترتفع تدريجيا لتسجل أوجها 43 درجة مئوية، والأجواء ستكون أيضا مشمسة في محافظة دهوك. ننتقل إلى غرب العراق في الأنبار تحديدا، الحرارة بدأت في الأنبار ب 30 درجة مئوية، وسترتفع تدريجيا تقريبا 15 درجة مئوية لتسجل حاجز 45 درجة مئوية. طبعا الطقس سيكون مشمس هنالك في الأنبار. بالعودة إلى الفرات الأوسط في بابل تحديدا الذي أو في النجف الأشرف التي بدأت ب 30 درجة مئوية، وسترتفع تدريجيا لتسجل 47 درجة مئوية هنالك.
أيضا إلى محافظة الديوانية التي بدأت الحرارة فيها ب 29 درجة مئوية وسترتفع تدريجيا كما تلاحظون، تسجل 47 درجة مئوية والأجواء طبعا ستكون مشمسة. أيضا ننتقل إلى محافظة الموصل شمالا، أجواء مشمسة في الموصل 27 درجة مئوية الصغرى والعظمى سترتفع لتسجل 46 درجة مئوية. أما في محافظة ديالى الحبيبة كما تلاحظون 26 درجة مئوية بدأت الحرارة الصغرى وسترتفع تدريجيا لتسجل تقريبا حاجز 45 درجة مئوية والطقس سيكون طبعا مشمس. أيضا إلى واسط 47 درجة مئوية ستسجل العظمى بإذن الله تعالى و29 درجة مئوية بدأت الصغرى، طبعا الطقس سيكون مشمس في واسط. أما في محافظة صلاح الدين الأجواء في صلاح الدين أيضا بدأت ب 30 درجة مئوية، الطقس سيكون مشمسا هنالك في صلاح الدين، 46 درجة مئوية كحرارة عظمى بحسب المعنيين في الأنواء الجوية. أيضا ننتقل إلى كركوك حيث سجلت كركوك 27 درجة مئوية صغرى وسترتفع تدريجيا تقريبا لتسجل 44، الأجواء ستكون أيضا مشمسة هنالك. أيضا ننتقل مسك الختام مع المثنى كما تلاحظون 29 درجة مئوية صغرى وعظمى سترتفع لتسجل تقريبا 47 درجة والأجواء ستكون مشمسة. في أخبارنا العالمية سادتي المشاهدين، جفاف شديد يعود إلى منطقة نهر الأمازون قبل الموعد المتوقع، حيث بدأ حوض الأمازون الذي يمتلك خمس المياه العذبة في العالم موسم الجفاف الذي يشهد انخفاض منسوب العديد من أنهاره بالفعل إلى مستويات منخفضة للغاية، ما دفع الحكومات إلى توقع تدابير طارئة لمعالجة قضايا تتراوح من تعطل الملاحة إلى زيادة حرائق الغابات. وقالت مذكرة فنية أصدرتها منظمة معاهدة تعاون الأمازون، يواجه حوض الأمازون واحدة من أشد حالات الجفاف في السنوات الأخيرة في عام 2024، حيث تلقى بتأثيرات كبيرة على العديد من الدول الأعضاء، وكانت مستويات المياه في العديد من الأنهار في جنوب غرب الأمازون هي الأدنى على الإطلاق في هذا الوقت من العام، حيث تخزن الأمازون والغابات الاستوائية الأخرى ما بين 90 إلى 140 مليون أو مليار طن من الكربون، وتساعد بذلك على استقرار المناخ العالمي. وتمثل غابات الأمازون المطيرة وحدها 10% من إجمالي الكتل الحيوية للكوكب. وفي المقابل فإن الغابات التي تمت إزالة أشجارها ونباتاتها هي أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة، وأزالت الغابات من أجل تحويلها لأراض تستخدم للزراعة ينتج عنها إطلاق غازات دفيئة في الغلاف الجوي وتزعزع بذلك استقرار المناخ. هذا الخبر العالمي سادتي المشاهدين أثار انتباهنا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الطقس، هذه عودة للزميل أحمد ورياض لتكملة ما تبقى. إلى اللقاء.